اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله. طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، هو بالنسبه لنا شوط اولاني، احنا عندنا الشوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا. احنا عارفين المباراه صعبه، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يعني نتاهل بكره ان شاء الله. تباتن الفرقه اللي موجوده، يعني مش انا لوحدي اللي ببقى موجود بتكلم مع الفرقه، احنا ماشيين بقالنا سنه سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معانا وبيتكلم معانا. احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما بنفكرش في الماتش اللي بعديه. ده الفتره اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله، وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا، وعارفه اهميه البطوله، وعارفه اهميه المباراه، وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا، وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير، عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش، وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه يعني.